بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام ومرحبا بكم مرة أخرى إلى فقرة تعلم اللغة الفرنسية، ولازلنا مع الأزمنة وخاصة لازلنا مع لانديغاتيف. طبعا كما ذكرنا فيما سبق بأن لانديغاتيف التامود بيرسونيل، إذن هو واحد طريقة صرف للأفعال المنضوية تحت منها أنها تتعلق بالأشخاص. ممكن نتحدث عن ضمير، ممكن نتكلم عن شخص إلى غير ذلك، نقول أحمد فعل كذا أو نقول هو فعل كذا إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن أمود بيرسونيل. طبعا المقصود بها كما قلنا كل أفعال المنضوية تحت منه أنها تتصرف مع ضمائر أو مع أشخاص. لومود انديكاتيف كما قلنا بيرمي دانديكي إن أكسيون دون سا رياليتي. إذا نتكلم عن هذا المود، هاد طريقة الصرف بيرمي أنه تمكن دانديكي للدلالة على إن أكسيون، على واحد الفعل حدث على الأرض. حنا غنعبروا عليه كتابة دون سا رياليتي، تيعبر على هاد الفعل في حقيقته. إل ساجي دو مود أو سو كو لون دي إي توني بو فغي. إذن تتعلق الأمر بواحد المود الذي نقوله فيه أنه يؤخذ كحقيقة. ملي تنتكلم أنا وتنقول بأنني غنفعل وأقول بأنني سأفعل وأستعمل كلامي في الانديغاتيف، ماذا يعني هذا؟ مثلا أنني أصرف الفعل، أستعمل مثلا لو فيتور سامبل أو بيان لو فيتور أونتيريور. هذه الأزمنة أنها منضوية تحت الانديغاتيف. أش يعني هذا؟ كلامي غيتفهم بأنه حقيقي. وذكرنا فيما سبق لو بريزون ثم لو باسي كومبوزي. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى زمن آخر منضوي تحت لانديغاتيف اللي هو لامبارفي. إذن لامبارفي دو لانديغاتيف إكسبريم أن في أو أون أكسيون كي يا ديجا إيو ليو. طبعا لامبارفي دو لانديغاتيف أنه تعبر على واحد الفعل أو على واحد الحدث كي ديجا يوليو الذي كان له مكان، تماما كما هو حال لو باسي كومبوزي كي ديجا يوليو او مومون او نوز اكسبريمون، يعني في اللحظه التي نتحدث فيها. المقصود هنا اننا نتكلم على واحد الحدث، على واحد الفعل في الماضي، اذا هو ماضي بالنسبه للحظه التي نتحدث فيها. مي ولكن كاين واحد الفرق اخر بالنسبه لهاد الزمان مع زمان لو باسي كومبوزي. مي كي بو انكور سو ديرولي، ولكن الذي يمكن ايضا ان يحدث، يمكن لي يحدث مره اخرى، يمكن يكون باقي حادث. اذا هذا لامبارفي. طبعا لامبارفي عنده واحد المعنى اخر تستعمل فيه بكثره ايضا غير مذكور هنا، هو أن لامبارفي تيتكلم على العادة. إلا بغيت نتكلم على بأنني كنت تنكتب واحد المدة، مثلا أنني كنت أدرس في هذه المدرسة مثلا لزمن طويل، الأمر هنا شبه عادة. أو نتكلم مثلا عن الناس بأنهم كانوا يفعلون كذا في هذا المكان أو في هذا البلد إلى غير ذلك. إذا طبعا سأستعمل لامبارفي لأقول هذا المعنى. أو مثلا تنقولوا بأن الأطفال كانوا يصعدون هذا الجبل، كانوا يصعدون هذه الشجرة. إذن لمدة طويلة كان الأطفال يقومون بهذا الفعل. إذن طبعا غنستعمل هذاك الفعل اللي هو فعل صعادة، غنستعمله في لامبارفي باش نبين بأن الأطفال كانوا لمدة طويلة شبه عادة أنهم كانوا يصعدون هذا المكان. إذن لامبارفي ممكن أنه يعني كل هذه المعاني. وكما ذكرنا فيما سبق بأن لامبارفي تستعمل أحيانا كتقديم لو باسي سامبل. طبعا كما تلاحظوا بأن الفرق ديال لامبارفي مع بالنسبة لو باسي كومبوزي، لامبارفي ممكن أنه يستمر في الحدود على عكس لو باسي كومبوزي اللي تيكون تم. ثم كاين واحد الفرق آخر من حيث الشكل. لو باسي كومبوزي تيحتاج المساعد، لو باسي كومبوزي تيحتاج الى مساعد.
يعني أن الفعل تنجب على صيغة لو بارتيسيباسي تنسبق قبل منه لوكسيليير اتر أو لوكسيليير افوار كما رأينا. بينما لامبارفي ستان تون سامبل هو زمان بسيط، يعني أن الفعل وحده يصرف، تنزيد له فقط لترمينيزون. وهنا خاصنا نكونوا حافظين لترمينيزون، ماشي بحال لو باسي كومبوزي تنحفظوا غير لوكسيليير، تنحفظوا فقط لوكسيليير وتنزيدوا لو بارتيسيباسي اللي تبقى يتردد، لو بارتيسيباسي اللي تبقى يتردد على طول الصرف. غنشوفوا امثله. عندنا هذا المثال: كون تي ايتي انفون، كون تي ايتي انفون، كون تي ايتي انفون، عندما كنت طفلا او عندما كنت طفله. تي ايتي تيميد، انت كنت خجول، انت كنت خجول. اذا طبعا نتكلم عن عاده، عندما كنت لمده طويله وانت طفل، كون تي ايتي انفون. ثم ممكن أن الطفل لازال مستمر كطفل، كنت تي انفون، تي ايتي تيميد، أنت كنت خجولا. إذا طبعا في هذه المعاني تنستعملو لامبارفي. كما تلاحظوا كنت، لم نقول هنا مثلا تي ايتي، تي ايتي هذا لو باسي كومبوزي، أنت كنت. تي ايتي تفيد نفس المعنى، ولكن أن الفعل حدث، يعني أن الفعل حدث وتم. تيا إيطي، وكما تنشوف في هذه الحالة تنصرف إيطخ مع لوكسيليير أفوار، في النهاية تستعمل إيطخ مع لوكسيليير أفوار، يعني أن لوكسيليير أفوار هو الأكثر استعمالا. إذن تيا إيطي هذا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل إيطخ، خضينا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل إيطخ، خدينا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل اتر، وضعناه بعد لوكسيليير افوار. على عكس هنا نتحدث عن لو فيرب اتر ا لامبارفي، يعني انه مصرف بعده. اذا كما تنشوفوا لي تيرمينيزون، غادي غنشوفوا طبعا لي تيرمينيزون ديال لامبارفي انها معروفه. كون تي ايتي انفون، تي ايتي تيميد. لامبارفي اي سوفون يوتيليزي بور ديكريغ اون سين، ان بيزاج. إذا لامبارفي أنه في الغالب يستعمل بور ديكخير، لوصف، لوصف. لو فيرب ديكخير هذا فعل وصفة، طبعا تنتمي للمجموعة الثالثة كما تنشوفوا. إذا بور ديكخير لوصف اون سين، لوصف واحد المشهد، المشهد يسمى اون سين، لا سين يعني المشهد، كما في المسرحية مثلا. ثم ان بيزاج أو منظر، منظر من المناظر الجميلة. إذن للتعبير عنها نستعمل لامبارفي. إكزامبل، مثال: لو سولاي ديسوندي ديغيغ لا مونطان. إذن الشمس تنزل أو كانت تنزل ديغيغ لا مونطان، وراء الجبل. إذن نتكلم عن منظر معين نراه ونصفه مستعملين لامبارفي. إذن طبعا هاد الفعل اللي تيوصف تنستعملوه في لامبارفي. ثم تيرمينيزون دو لامبارفي، اذا هنا غنتكلموا على تركيب لامبارفي. تيرمينيزون كما تنشوفوا عندها علاقه بفعل تيرميني، تيرميني يعني انهى، بحال تنتكلموا على فينير. اذا تيرمينيزون المقصود بها النهايه، هنا تنتكلموا على تيرمينيزون افيك اس الكلمه في الجمع، اذا تنتكلموا على نهايات، نهايات لي تيرمينيزون دو لامبارفي. اذا النهايات، نهايات لامبارفي، لي تيرمينيزون دو لامبارفي دو لانديكاتيف سون لي ميم بور تو لي فيرب. اذا كما ذكرت لي تيرمينيزون دو لامبارفي ان معروفه، خاصنا نضبطوها باش نعرفوا طريقه تصريف كل افعال. هذا الى بغينا نقولوا المعنى اللي ذكرنا قبل قليل، اللي هو مثلا أننا نوصف واحد المنظر: كانت الشمس تصعد، كانت الأوراق تزهر مثلا. إذا تنتكلم على معاني بهذا الشكل. أو مثلا إذا أردنا أن نتحدث عن عادة، مثلا بأن العمال كانوا يعملون في هذا المكان، نريد
أن نتحدث عن معنى معين، اللي هو أن العمال كانوا يعملون في هذا المكان لمدة طويلة كعادة، أو بأن الناس كانوا يأتون في مناسبات إلى هذا المكان. إذا نتكلم عن يأتون، إذا نستعمل هذا الفعل في لامبارفي إلى غير ذلك. إذا إلا بغينا نوصلوا هذا المعنى خاصنا نكونوا ضابطين هذا الترمينيزون باش نزيدوا الفعل أوتوماتيكيا غيتفهم هذا المعنى. إذا لي تيرمينيزون دو لامبارفي دو لانديكاتيف، لي تيرمينيزون دو لامبارفي دو لانديكاتيف سون لي ميم بور تو لي فيرب، سون لي ميم بور تو لي فيرب، هما نفسهم لكل الافعال. كل افعال عندهم هاد لي تيرمينيزون بدون استثناء، كل افعال عندهم هاد لي تيرمينيزون في لامبارفي. اذا لي تيرمينيزون مع جو الفعل تنضيفه له A-I-S، مع تي الفعل تنضيفه له A-I-S، الفعل نضيف له A-I-S، مع إيل أو إل أو أون نضيف A-I-T، مع نو E-O-N-S، E-O-N-S، مع فو E-O-Z، مع فو نضيف E-O-Z، مع إيل أفك S أو إل أفك S نتكلم عنهم أو هن، مع إيل أفك أس أو إل أفك أس نتكلم عنهم أو هن، الفعل نضيف له أي وإن تي، أي وإن تي. إذن طبعا عندنا المجموعة الأولى لو برومي جروب مثلا لو فيرب أمي، إذن كما تلاحظوا الفعل غنحذفو له أو إغ ثم نطبق عليه هاد لي تيرمينيزون. نقول مثلا جو أمي، طبعا جو عنده واحد أ، لو فيرب أمي عنده واحد أ في البداية، إذا نحذف هاد أ فنقول جامي، جامي، يعني أنني كنت أحب، كنت أحب في الماضي جامي. إذا قلت مثلا جي أمي في الباسي كومبوزي يعني أنني أحببت. كاين فرق بين كنت أحب وفرق بين أحببت. ربما أنني أحببت في واحد اللحظة معينة، أحببت شيئا إلى غير ذلك، يعني أنني أحببت جائمي. طبعا لو فيرب أمي غنستعمله مع لوكسيليار أفوار، غنوضعو لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل أمي. ذكرنا فيما سبق أننا تنحذفو أو إغ ثم نضع مكانه أو أكسون إيغي، جائمي، جائمي، أنا أحببت. إذن هذا لو باسي كومبوزي، يعني أنه مركب من جوج ديال المكونات، المكون الأول هو لوكسيليار، المكون الأول هو لوكسيليار، المكون الثاني هو لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل. هنا عندنا جامي، ما كاينش لوكسيليار هنا. إذن أنني كنت أحب، طبعا تنضيفو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي، لي تيرمينيزون دو لامبارفي. مثلا تو أمي، تو أمي، أنت كنت تحب، أنت كنت تحبين. إل أمي هو كان يحب، آل أمي هي كانت تحب، أون أمي يعني أن الناس كانت تحب، أو بعض الناس كانوا يحبون، أو أننا كنا نحب. ليس المعنى هنا نحن كنا نحب كما سنرى بعد هذا، بل أون أمي ممكن تعني أننا كنا نحب. من نحن؟ لا أحدد الأسماء. إذن هاد أون تجيب هاد المعاني، أون أمي أن الناس كانوا يحبون، رغم أن الفعل مصرف بحال إلى مصرف المفرد، ولكن هاد أون غير محددة لضمير، ولكن مع ذلك ممكن تفيد ضمير ولكن ليس بشكل حاسم. نقول مثلا أون ألي أليكول يعني أننا كنا نذهب إلى المدرسة، يعني ربما أنا وربما برفقة تلاميذ آخرين. ثم نقول نوزيميون، نوزيميون، هنا الضمير غيحدد، نوزيميون نحن كنا نحب، أنا ومجموعة أشخاص محددون، مثلا ومجموعة أشخاص محددون نذكرهم مثلا في البداية. أقول مثلا فلان وفلان وفلان وأنا، نحن كنا نحب، نوزيميون، نوزيميون، نحن كنا نحب. فوزيمي
فوزيمي أنتم كنتم تحبون أو أنتن كنتن تحببن. ثم إلزامي 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 هم كانوا يحبون. إلزامي هن كنا يحببن. كنا ربما لمدة طويلة نتكلم عن عادة إلى غير ذلك. pour les verbes du deuxième groupe بالنسبة لأفعال المجموعة الثانية مثلا le verbe finir le verbe finir إذن أقول je finissais. إذن لاحظ هنا إذن هاد دوزاس تجي حتى في لامبارفي. إذن راه حتى في الأزمنة الأخرى كما لاحظتوا ممكن نجد هاد دوزاس منها لامبارفي. مثلا في البريزون نقول نو فينيسون. إذن مع نو مع فو مع إيل افك اس إذن طبعا نضيف هاد دوزاس. جو فينيسي يعني أنا كنت أكمل. أنا كنت أكمل جو فينيسي أنا كنت نكمل ديما. أنا الأول مثلا أو أنا الآخر. إذن تو فينيسي أنت كنت تكمل. أنت كنت تكمل. أنت كنت تنهين. إيل فينيسي هو كان يكمل هو كان ينهي. إيل فينيسي هي كانت تكمل هي كانت تنهي. أون فينيسي يعني أن الناس كانوا يكملون أو أننا كنا ننهي. أننا تتبقى هكذا نقول مثلا نو فينيسيون نحن كنا نكمل كنا ننهي. فو فينيسي أنتم كنتم تكملون أو تنهون يعني في الماضي لفترة معينة. إيل فينيسي يعني هم كانوا يكملون أو ينهون. إيل فينيسي هن كنا يكملن أو هن كنا ينهين. ثم pour le troisième groupe بالنسبة للمجموعة الثالثة إذا نتكلم عن أفعال منتمية لهاد المجموعة مثلا لو فيرب ميتخ. إذا أقول جو ميتي أنا كنت أضع. تو ميتي أنت كنت تضع أو أنت كنت تضعين. إيل ميتي هو كان يضع. نو ميتيون نو ميتيون نحن كنا نضع. فو ميتي أنتم كنتم تضعون. فو ميتي أنتم كنتم تضعون. إيل ميتي إيل ميتي هم كانوا يضعون. إيل ميتي هن كنا يضعن. كما تلاحظوا بأن الأفعال كلها تتاخذ هاد لترمينيزون سواء تعلق الأمر بالمجموعة الأولى أو المجموعة الثانية أو المجموعة الثالثة. إذن كلهم تساوين فقط تبقى لنا كيفاش نحصلوا على هذاك لو راديكال. مثلا في دوزيام جروب مثلا لو فيرب فينير تياخذ هاد فينيس فينيس ثم نضيف له هاد لي تيرمينيزون. مثلا لو فيرب متر طبعا نحذف ار او ثم نضع هاد لي تيرمينيزون الخاصه بالامبارفي. ثم رمارك اذا ملاحظه سيغتان فيرب بوف سيكخير avec plusieurs i successifs ou avec y suivi d'un i. Certains verbes peuvent s'écrire avec plusieurs i successifs ou avec un y suivi d'un i. بعض الأفعال peuvent s'écrire. بعض الأفعال يمكن أن تكتب avec plusieurs i مع مجموعة i successifs متتابعة ou avec un y. أو تكتب مع حرف إي غريغ سويفي دان إي سويفي دان إي متبوعة بإي. إكزامبل كمثال نو كخيون نحن كنا نصرخ. نو كخيون نو كخيون. ثم فو كخيي أنتم كنتم تصرخون. أنتم كنتم تصرخون. ثم نو بيون نو بيون نحن كنا نؤدي. لو فيرب بيي لو فيرب بيي لو فيرب بيي انه تنتهي باي غريغ ثم او ار. طبعا تنتمي للمجموعه الاولى تنتمي للمجموعه الاولى. وكذلك لو فيرب كريي نفس الشيء مع لو فيرب كريي انه تنتمي للمجموعه الاولى. ثم فو بيي انتم كنتم تؤدون. تنخليو ديك اي الاصليه ديال لو فيرب كريي طبعا تنحذفو فقط او ار كالعاده
ثم نضع EOZ EONS. في الحقيقة هنا رما غيرنا والو. لو فيرب كريي كما قلنا انه عنده اي قبل من او ار، حذفنا او ار اضفنا اي او ان اس، يعني ولاو عندنا ولات عندنا اي اصليه ثم اي ديال لي تيرمينيزون. نفس الشيء مع فو، عندنا اي ديال لو راديكال يعني ديال اصل الفعل، ثم عندنا اي الخاصه بلي تيرمينيزون، ثم عندنا لو فيرب بي. طبعا هاد اي غريغ هي خاصه بالفعل، نتكلم على لو راديكال، اذا هي خاصه بلو راديكال ديال الفعل. ثم عندنا اي او ان اس كالعاده نتكلم على تيرمينيزون دو لامبارفي، ثم مع فو فو بيي. طبعا عندنا اي غريغ الخاصه بلو راديكال دو فيرب بيي، ثم عندنا اي او زد الخاصه بلي تيرمينيزون دو لامبارفي. اذا الحقيقه هي ملاحظه، ولكن هادشي يعني ما غيرنا والو، ما كاينش شي تغيير. لو فيرب كري كما تنشوفوا عندنا في البريزون، نقول جو كري، تو كري، إل كري، نو كريون، فو كريي، فو كريي، إل كري، هم يصرخون الآن. إذا نتكلم على لو بريزون يعني الحاضر. جي كريي، أنا صرخت. تو كريي، أنت صرخت. إل أكريي، هو صرخ. نو زافون كريي، نحن صرخنا. فو زافي كريي، إيلز أون كريي. ثم في لامبارفي كما تلاحظوا، جو كريي، جو كريي، أنا كنت أصرخ. تو كريي، أنت كنت تصرخ. إيل كريي، هو كان يصرخ. نو كريو، نحن كنا نصرخ. فو كريي، أنتم كنتم تصرخون. إيل كريي، هم كانوا يصرخون. طبعا بعد منا غنشوفوا لو بلوس كو بارفي فيما بعد، اللي تيعني واحد الزمن في الماضي اللي تيتكلم على واحد الفعل او واحد الحدث حدث في الماضي ولكن قبل من زمن اخر في الماضي. ثم وبعد هذا لي زوكسيليير اون اون كونجيغيزون، اون اون كونجيغيزون سبيسيفيك كيل فو ميتريزي كار ايل بيرميتي دو فورمي لو بلوس كو بارفي دو لانديكاتيف. إذن كما رأينا في البريزون، يعني خصصنا في الأخر واحد الكلمة على لي زوكسيليير، تنتكلمو بالخصوص على أفواغ أو إتخ. طبعا أفواغ أو إتخ في البريزون، ملي تنصرفهم في البريزون تنقولو جي، تويا، إل أ، نو زافون، فو زافي، إيلزون. بالنسبة لوكسيليير أفواغ، بالنسبة لإتخ نقول جو سوي، تويا، إلي، نو سون، فو زيت، إيلسون. هذا اتر. علاش خاصنا نحفظهم؟ لاننا تنستعملهم في لو باسي كومبوزي اللي هو مقابل، اللي هو مقابل لهاد بريزون. تنشوف هنا لو بريزون، هنا لو باسي كومبوزي. هاد لو بريزون تيتكلم على الحاضر، مزيان. هذا بالنسبه للافعال، لكن بالنسبه لي زوكسيليير تنتكلموا على افوار اتر، خاصنا نحفظوا الصرف ديال اتر وافوار في البريزون. علاش؟ لاننا غنستعملهم في لو باسي كومبوزي. كما تنشوفو لو فيرب كريي، كما تنشوفو لو فيرب كريي كما راينا قبل قليل، جي كريي. شناهي جي؟ هذا راه لوكسيليير افوار. فين مصرف؟ مصرف في البريزون. نقول جي، تويا، إل أ، نو زافون، فو زافي، إيلزون، كما عندنا هنا. ثم نضع بعدها كريي، 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 كريي. دابا غنهبطو شويه لتحت، غنهبطو تحت منا، غنشوفو لامبارفي. عندنا لو فيرب كريي مصرف لامبارفي، اشنو خدا؟ خدا هاد لي تيرمينيزون، مزيان. ولكن ايضا غنشير هنا الى انه خاصنا نضبطو لوكسيليير افوار و اتر في لامبارفي. هنا طبعا خاصنا نشير الى انه في لامبارفي خاصنا نضبطو بالخصوص ايضا الصرف ديال لوكسيليير افوار و اتر. شوفوا معايا في البلوس كو بارفي، عندنا جافي كريي، يعني اننا استعملنا هنا لوكسيليير افوار في لامبارفي. شنو ضفنا له؟ ضفنا له لو بارتيسيباسي الخاص بفعل كريي. علاش حصلنا؟ حصلنا على لو بلوس كو بارفي
الخاص بفعل كخي. أي فعل بغينا نصرفوه في البلوسكو بارفي باش نبينوا بأن هذا الفعل راه وقع قبل زمن آخر في الماضي، إذا ضروري خاصنا نكونوا ضابطين الصرف ديال أفوار و أتر في لامبارفي. إذا باش نحصلوا على البلوسكو بارفي مثلا الخاص بفعل كخي، إذا تنجيبوا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل كخي، هو هذا كخي، تنوضعوه من بعد الصرف ديال أفوار في لامبارفي كما عندنا هنا. وإلا كان الفعل تيتطلب يتصرف مع أتر، غنجيبو أتر لامبارفي، غنجيبو لوكسيليار أتر لامبارفي، ثم نتبعه دائما بنفس الطريقة بلو بارتيسيباسي الخاص بالفعل اللي باغي نصرفوه في البلوسكو بارفي. إذن كما ذكرنا لي زوكسيليار اون اون كونجيغيزون، إذن المساعدين عندهم واحد الصرف سبيسيفيك، انه خاص، كيلفو ميتريزي، الذي يتوجب ضبطه، كار إل بيرميت، لانهما يمكنان دو فورمي لو بلوسكو بارفي دو لانديغاتيف، لانهم تيمكنونا باش نشكلو لو بلوسكو بارفي دو لانديغاتيف كما راينا قبل قليل دو تو لي زوتر فيرب، لكل الافعال الاخرى تماما كما راينا مع لو باسي كومبوزي اللي خاصنا نحافظوا فيه الصرف ديال لي زوكسيليير في البريزون. اذا مثلا عندنا هنا الصرف ديال لو فيرب افوار هو جافي، تي افي، ايل افي، نو زافيون، وزافي، ايل زافي، ايل زافي. ثم لو فيرب اتر، ثم لو فيرب اتر، اقول جاتي، جاتي، تي اتي، ايل اتي، نو زاتيون، وزاتي، ايل اتي، ايل زاتي. كاضافه فقط في النهايه، هاد افوار و اتر راه ممكن تستعملوا لاغراض اخرى. فمثلا الا تكلمنا على افوار مثلا في البريزون، اقول جي، طبعا تنوضع من بعد منها لو بارتيسيباسي كما ذكرنا، تنحصلوا على لو باسي كومبوزي. لوكسيليار افوار في البريزون ضفنا من بعد منه لو بارتيسيباسي الخاص بفعل كري، حصلنا على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل كري. لكن افوار راه ممكن تكون عنده استعمالات اخرى. اقول جي ان ستيلو، انا عندي قلم، هو في البريزون تفيد الملكيه، انا عندي قلم الان. اذا هذاك افوار لي في البريزون راه ممكن يفيد الملكيه في البريزون. مثلا هنا في لامبارفي نقول جافي، جافي كري، انا صرخت قبل واحد الفعل اخر، جافي كري، انا صرخت. هنا هاد افوار اللي مصرف في لامبارفي وضعنا من بعد منه لو بارتيسيباسي الخاص بفعل كري، حصلنا على لو بلوسكو بارفي الخاص بفعل كري. ولكن راه ممكن نقول جافي ان ستيلو، انا كان عندي قلم. اذا راه ممكن هاد لي زوكسيليير ممكن تكون عندهم معاني اخرى، وحتى لا نكثر ايضا اتر ممكن انه يفيد معاني اخرى. اقول مثلا جيتي بيتي، انا كنت صغيرا، انا كنت صغيرا. اذا ممكن هاد لي دو زوكسيليير طبعا يجيو كافعال، تنتكلموا هنا على لي زوكسيليير فقط، فقط ملي تنوضعوا من بعد منهم لو بارتيسيب، ملي تيجيو كمساعدين باش نصرفوا فيه الاخر. لوكسيليير المقصود به مساعد، ملي هاد الفعلين تيجيو يساعدونا نصرفوا واحد الافعال اخرى في ازمنه مركبه تنسميهم اوكسيليير. ولكن ملي افوار و اتر تيجي متبوع مثلا باسم، او اتر متبوع بوصف، مثلا الاطبال، الاطبال هي كانت جميله مثلا، اذا ممكن هاد الفعلين تفيدوا معاني اخرى سواء ديال الملكيه او ديال الكينونه. اذا نستكمل في الفقرات القادمه، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.